صباح الخير يا حلوين. صباح النور. شو هالنشاط هاد؟ جايين مصحصحين؟ مصحصحين؟ نعم. بدنا نتعلم اليوم منين؟ نعم. صباح الخير. اوكي حبيبي تفضل. يلا يا ماما. امبارح اجينا على المدرسة؟ لا لا كنا معطلين. يوم الجمعة. مش الجمعة، كان يوم الأحد. الأحد. امبارح الأحد. اليوم هو الاثنين. الاثنين. ما اليوم؟ ما اسم اليوم؟ الاثنين. امبارح التاريخ الأحد 7. من يأتي بعد 7؟ 8. إذا التاريخ 8، اليوم الاثنين، التاريخ 8، الشهر آذار، نحن بشهر آذار، السنة 2021. رائعين. طيب يا حلوين، والشهر الثالث آذار، شوي شوي بتولي النهار وبيبدأ فصل الربيع بأحلى عيد، عيد الماما. عيد الماما. برافو عليكم. نحن عم ناخد عن وحدة الماء، صح؟ عم ناخد عن الماء، وحكينا إن الكرة الأرضية تتكون من ماء ويابسة، صح؟ من ماء ويابسة. الكرة الأرضية عبارة عن ماء ويابسة. الماء اللي لونه أزرق واللونه أخضر هي اليابسة، يعني الأرض، يعني الدول اللي إحنا بنعيش عليها، صح؟ كل دول العالم عندنا في الكرة الأرضية باللون الأخضر أو الثاني الملونة، واللون الأزرق عبارة عن الماء، صح؟ حكينا يا عبدالله الحامد وقلنا إنه الماء مهم وضروري لثلاث أشياء. المهم ضروري لمين؟ للإنسان. أحسنتم. وأيضا لمين ضروري؟ للحيوانات. يا عيني عليك يا فارس، برافو. للإنسان نقدر نحن نعيش بدون مي؟ لا. بيزبط الماما تحملنا بدون مي؟ لا. بيزبط الماما تطبخ لنا بدون مي؟ لا. هاي أقل إشي، إحنا عم نحكي على الأشياء اللي إحنا عم نشوفها قدامنا. الماما بتزبط تنظف الدار بدون مي؟ لا. الماما بدها تزرع النباتات، لو الماما ما حطت مي على النبات ممكن يعيش ويكبر؟ لا. لا. الحيوانات اللي إحنا بنربيها. نعم؟ الشتا. الشتا بزيد هاي المي عنا، بخلينا نخزن مي كتير عشان نستعملها ونستفيد منها، بس لكن في طرق انه نحن نستفيد من المي بدون ما نضيعها على الفاضي ونروح نكبها. هاي بعدين رح ناخدها. هلا مية الشتاء نزلت، وين ممكن تروح وتتجمع؟ وين ممكن نحن نشوف المي؟ بالبير. واو، بتعرفوا شو بالبير؟ اسمعوني اسمعوني، بتعرفوا شو يعني بير؟ البير حفرة صغيرة فيها مي. البير حفرة صغيرة فيها مي، بس المي اللي في البير بتعرف من وين بتيجي؟ من الشتاء. ممكن من الشتاء بتجمع فيها، بس كمان يمكن من الاشياء الوسخة. لا لا، مية البير نظيفة. اسمعوا اسمعوا، أنا رح أرسم لكم إشي، بس بليز اسمعوني منيح. هلا من البحر. ماشي. الشتاء مس مس، هي الغيمة حبايبي، هي قطرات الشتاء اللي نزلت. عنا بير. البير عن عبارة عن صخور حجر، صح؟ أنا رح أقرب لكم الرسمة. بيكون من هون في زي عجل ومربوط فيه حبل. حبل وبآخره بربطوا دلو عشان يجيبوا ميه من جوا. هاي
الحجر بينزل لتحت تحت بيعبوا مي وبرجعوا يلفوا وبيطلع وبياخذوا الدلو وبديروا. في ناس كثير بيعتمدوا عليه. مية الشتاء لما بتنزل عليه بتعبي بصير يجمع لنا مي. وكمان في ناس بيبنوا بير على مياه جوفية. شو يعني؟ اسمع ركز منيح. الشتاء نزل وراح على الجبل، راح على السهل، راح على الأرض المزروعة مي، مزروعة نباتات وأعشاب وخضروات وفواكه. هاي النباتات شربت مي، شربت ونمت وكبرت وضل فيها. المي اللي بالتربة وين بدها تروح؟ بأعماق الأرض، لمكان كتير 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 تحت الأرض. بطالما هي تنزل، ما هي مي، تصير بعيد، بتصير كتير 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 تنزل تحت 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 تحت. هذا بتصير مرة على مرة فصل الشتاء بتجمع مي بتجمع مي بتجمع مي. نحنا إذا حفرنا حفرة بتكون حفرتنا صغيرة ما بتطلع المي، لأن وين المي؟ بأعماق الأرض، تحت الأرض. لما يجوا بدهم يبنوا بيت، تيجي الحفارة الكبيرة، بتعرفوا الجرافة أو الحفارة هاي اللي هيك بتحفر بتخزق التراب تحت تحت. مرات كتير في ناس بيجوا بدهم يعمروا البيت، بيجوا على الأرض بجيبوا هاي الجرافة أو الحفارة وبتصير تحفر، بتصير تحفر. لما بتحفر توصل لمكان كتير بعيد تحت الأرض، فجأة بتطلع لهم المي. شو بيعرفوا؟ إنه هاي الأرض فيها مياه جوفية، لأنها اتجمعت من مياه الأمطار ونزلت تحت الأرض، نزلت تحت الأرض. اسمها مياه جوفية. عبدالله بيزات شو اسمها؟ مياه جوفية. مياه جوفية وين بتكون؟ على السطح؟ لا، على الأرض. تحت الأرض. وين بتكون؟ تحت الأرض. برافو. فبيجي هذا صاحب البيت بيقول هاي المي الجوفية مياه نظيفة صالحة للشرب، لازم أستفيد منها. بيجي وبيعمر بير عليها عشان يضل البير شغال والمياه الجوفية إيش بتضل؟ شغالة طول السنة. وكل مرة بيضل يجمع مي وبيشربوا، بيسقوا الحيوان، بيطعموا الحيوانات بيشربوهم مي، بيسقوا النباتات. بتصير عنده أرض خضرة، أرض خضرة، حيوانات عايشة، لأنه المي دائما متوفرة اللي بيحتاجها النبات والإنسان والحيوان. هاي أول مكان ممكن الإنسان يشوف المي فيه، أماكن وجود الماء، مياه جو. طيب شوفوا هاي الصورة الحلوة. هاي الصورة عبارة عن أرض هون وهون أرض، بس إيش في وسطها؟ مية، مية جوفية. لا هلا ما بدنا نخربط. هاي بحيرة صغيرة مسكرة من الجوانب كلها، حواليها مسكر، وهي في داخل هاي الأرض بحيرة برضو تكونت من مياه الأمطار، تكونت من مياه الأمطار. بس هي محصورة صغيرة، هي صغيرة. هينا بدنا نحطها هون. إذا أماكن وجود الماء، أول إشي عنا بحيرة. خلونا هلا نشوف صورة ثانية أوضح. إيش فكركم هون؟ بحر. مين أكبر، البحيرة أم البحر؟ البحر أكبر. برافو. إذا هون بحر. مش البحر عميق. البحر عميق. تعرف مين أعمق منه وأكبر من البحر؟ شلال. لا، محيط. المحيط أكبر إشي في الدنيا، أكبر من البحر، أكبر من البحيرة، وأكبر من النهر. محيط من اسمه. محيط. أكبر من الشلال.
الشلال، مين أكبر؟ الشلال. الشلال أكبر من البحر؟ لا، البحر. البحر. طيب الشلال، شوفوا شوفوا من وين بينزل؟ من فوق. من وين يعني من فوق؟ من فوق جبل ولا من فوق سهل ولا من فوق داري؟ شتاء. من فوق الجبل. من الجبل الشلال ينزل من الجبل العالي، من بين هيك جبل عالي بينزل الشلال. طيب بعد ما ينزل الشلال، بعد ما ينزل الشلال من الجبال، بالصحراء في مية بتحفر وبتطلع. لا، الصحراء فقيرة، الصحراء فقيرة ما فيها غير رمال. ممكن نلاقي زي بحيرة أو واحة بسموها، فيها مي صغيرة، لكن قليل جدا لما نلاقي بالصحراء فيها ماء. مش بها دراشير ما يقدروا يشربوها. اها، ما بيقدروا يشربوها. طيب هلا شوفوا يا مس، الشلال بس ينزل من الجبل، ينزل من الجبل بعدين وين يروح؟ على ارض سهله، على ارض سهله. ميه الشلال اللي نازله بتنزل على ارض سهله، بنسميها نهر، بنسميها نهر. بعدين بيجي عندنا النهر، نشوف اذا في عندنا صوره نهر هون صغيره. بس بتخلص الحصه رح تيجوا وتشوفوا هاي الصور لحالكم. هاي ميه الشلال نزلت، وبعدين رح تمشي على ارض سهله هيك، بس يعني قدامنا بنسميها نهر، بنسميها نهر. النهر كمان اصغر من الشلال واصغر من البحر، نهر نهر صغير. انا ما عندي صوره محيط، ما عندي صوره محيط، بس تخيلوا انتم قديش لما تروحوا على البحر الميت كبير. البحر الميت كبير ولا لا؟ آه. نعم. أنا رحت عليه. نعم. رحت على البحر الميت. البحر الميت. بحر العقبة. العقبة. لما تروحوا على العقبة شفتوا؟ احنا رحنا. آه حبيبتي، كلنا بنروح. أنا ما رحت. أوكي. إن شاء الله بنروح. أنا رحت. لما تروحوا على حلف الماي. أنا ما رحت. البحر لما اللي شاف مس حبايبي، اللي شاف البحر الميت او العقبه رح يشوف قديش كبير. يتخيل هيك، غمضوا عيونكم، تخيلوا بعقلكم قديش المحيط رح يكون اكبر كمان من البحر اللي شفناه. يا الله، يمكن بيجي المحيط قد مساحه وطننا الاردن، يمكن قد مساحه الأردن كلها المحيط. بس ما غمضنا. أنا غمضت، أنا بحب أحكي أسوي، أنا غمضت. أنا هاي كمان صورة. أنا غمضت وأنا غمضت. طيب اسمع، أشوف مين الشاطر اللي بتذكر بسرعة. إيش هاي الصورة؟ سفينة أو قارب شراعي، صح؟ آه. هاي المواصلات إيش؟ البحرية. ذات لحد بعشر ذات. واحد، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. يلا أشوف يا حلوين. يلا، ما هذا الحرف؟ جيم. اسمي جيم وصوتي جي. اسمي صاد.
للمد الطويل احنا كل مره بناخذهم. هذا ايش اسمه؟ حرف لا صار. خلصنا الصار. ضرب. برافو جابو. مضرب. ورجيني مضربك. يلا احضري. شوفوا جنى. تعي يا جنى. فرح نقعد. جنى احكي لهم انت احضرت لنا من لعبة بحرف الضاد. ما اسمها؟ حرف الضاد. ما اسم اللعبة التي احضرتيها؟ مضرب. مضرب. اسمع صوت الضاد في كلمة مضرب. مضرب. هل هي في اول الكلمة؟ لا. هل هي في اخر الكلمة؟ لا. اين يأتي حرف الضاد؟ في وسط الكلمة. شكرا يا جنى يا حلوة. تفضلي اشربي مي بسرعة. واحد واحد. هلا بسرعة بسرعة بسرعة. حرف الضاد. يلا يا حلوين. حرف الضاد إذا مسك في حروف المد الطويل ايش رح يطلع؟ أول الكلمة. لا أنا أشوف كيف رح يصير صوته. حرف الضاد مع الآ. ما صوتها؟ رائع فارس. شو صوتها؟ ضاد. يلا يا عبد الله. حرف الضاد مع الأو. ما صوته؟ دو. لا لسه ما خلصنا. ما خلصنا. يلا يا عمر. نشرب ماي. يلا هلا. واحد واحد. بس نقرا كلمات عليهم. يلا. ضا ضا. شوفوا هذا المقطع رح اضيفه يا عبد الله. حرف الباء مع الطاء. ايش رح تصير عندنا كلمة؟ ضاء وطاء. طلع صوت البت. طلع صوت بت. هذا مقطع. شو صوته؟ بت. ضاء بت. شو لما ضابط؟ ضابط. فرجوني كيف الضابط. ضابط. عمر. مش تفضل. مش انا حتى هذا بريمو. كيف بيسوي الضابط؟ ضابط. ضابط. عبد الله الحامد ايدينا هون مش هون. هون ايدك اصابعك. ايوه ضابط. الضابط بيسمع القوانين؟ اجل اجل. نعم نعم نعم. يلا يا فرح. لا. يلا اجلسوا. يلا بسرعة. مش انا حدا. طيب شوفوا شوفوا هذا مس. ايش هاي صوت الهمزة؟ كيف صوت الهمزة؟ طيب بو. اقرأوه اقرأوه. بو. يا عيني عليك. لا يا مريم فارس. دو. طلع صوتها. دو. زي ايش؟ زي ضوء الكهرباء؟ طلع. هذا دو. هذا دو. رائعين. كسر. كمان زي الشمس. ضوء الشمس. أيوة. طيب شوفوا مس. مس عنا ضي. عنا مقطع ضي. سأضعه في الأول ر مع الفتحة. ر ر ر ضي. ضي. سأضع حرف العين. رضيع. أصبحت كلمة رضيع. أصبحت كلمة رضيع. رضيع. شو يعني رضيع؟ يعني صغير. يعني طفل بيبي صغير. رضيع صح؟ إذا كلماتنا يا عمر ضابط. 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 رضيع. كمان مرة. ضابط. ضابط. رضيع. إذا بدي أحلل كلمة رضيع، بدي أحلل كلمة رضيع للمقاطع. في عنا مقطع أجل. أجل هو حرف الضاد مع الياء. تعالي عمر هون. بسرعة.
اقعدي هون حبيبي. بدي اروح اشرب. يلا بس نكمل تحليل الكلمه وبعدين من هلا. رضيع عنا مين اول حرف؟ رضيع. مين اول حرف؟ رضيع. لا، حرف الراء. هل يوجد بعد الراء مر طويل؟ اجل. ايش هو اللي اجل؟ حرف الراء حرف الضاد من حروف المد الطويل؟ لا لا، اذا حرف الراء لوحدها راح اضعها هنا لوحدها. راء. من ياتي الحرف الاخر؟ ضاد. مع الاي. هل هو مقطع؟ نعم. نعم، لانه مع المد طويل. ضاء ويا مقطع. ضيل مقطع. ضيل ضيل ضيل. حرف الضاد مع الياء ضيل. ومن ياتي اخر حرف؟ حرف العين. رضيع. رضيع. حرف العين. إذا انا حللت للمقطع، هذا مقطع، الضاد مع الياء مقطع، وهنا مقطع ضو، وهنا مقطع ضا. ضا ضو ضي. ضا ضو ضي. شاطرين اليوم يا سنافر. اليوم رح نحل ورقة عمل لحرف الضاد. كمان انتم يا اولاد يا حلوين اللي في البيت الاونلاين، بدنا نحل ورقة العمل حرف الضاد